هذه هي قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل زر الجرس لنستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. تصريح التقنوتي بعد المباراة. أبدى رضا التقنوتي حارس مرمى فريق الوداد الرياضي سعادته بعد تأهل فريقه لنهائي دوري الأبطال، وبلغ الوداد المباراة النهائية عقب فوزه في المباراة الأولى ضد بيترو بثلاثة مقابل هدف وتعادله في مباراة الإياب. وقال التقنوتي في تصريحات خاصة: واجهنا إكراهات ومعيقات لا حصر لها، المنافسة محتدمة ومعنوياتنا مرتفعة، واللاعبون يمرون بأفضل فترة ممكنة لهم، وهم واعون بأهمية المرحلة وجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم. وعلى اللعب النهائي قال: اللعب بالدار البيضاء حافل بتحفيزات، لكن من السابق لأوانه الحديث عن هذه المباراة الآن. كل التركيز حاليا عن درع الدوري، لأنها مسابقة لها أهميتها وتطلبت منا بذل مجهود كبير، ونحن جاهزون لكل الرهانات والجبهات التي ننافس عليها. إلى هنا نصل لنهاية الفيديو. دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.